ضيوفك اليوم يا الله قد وافدوا، يرجون من جودك الفياض إحسانا، جاءوك من كل فج خائفين وهم من الذنوب غدوا يخشون حرمانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء بحضور فضيلة القاضي العلامة محمد بن إسماعيل عمراني، أمد الله في عمره ونفع بعلمه وأحسن عمله بإذن الله تعالى. حياكم الله قاضي محمد. أهلا وسهلا قاضي محمد. ما أدري يعني استوقفني ذكرك لبعض الكتب التي درستموها، مثل كتاب مثلا وبر الغمام في حاشية شفاء الأوام أو كذا. لماذا كان العلماء السابقين أو الأوائل كانوا يعني يعلمون الكتب ببعض العناوين التي فيها قليل من السجع مثلا؟ يعني هذه نجدها في الكتب القديمة ولا نجدها في الكتب الحديثة؟ الشيء في الكتب القديمة كلها، الكتب الذي ألفت بين القرن الرابع والخامس، أما الأولين الذي ألفوا في القرن الأول والثاني والثالث، هذا ما مش سجع. مثلاً الصحيح للبخاري، السنن للترمذي، الموطأ لمالك، معالم السنن للخطابي، السنن للبيهقي، هذا الذي ألفوا في القرن الثاني والثالث والرابع ما قد كانوا شيء لاحظوا السجع. ما لاحظوا السجع إلا من القرن الخامس. كانوا يتعمقوا في السجع حتى في بعض الأحوال يلاحظ السجعة لو ما يدخلش الإنسان فيما هو هذا اسمه الكتاب. الكتاب حتى يضطر من يريد أن ينشره أن يعمل له اسم ثاني، مثل ما كتاب الشجني، القاضي محمد حسن الشجني ألف كتاب في ترجمة الشيخ القاضي العلامة محمد ابن علي الشوكاني، ما سماه التكسار في جيد علامة الأقاليم والأمصار. حتى من هو؟ نعم. اضطروا حينما طبعوه يقولوا حياة الإمام الشوكاني المسمى التكسار. عجيب. بعض الأحوال ما يصرش الإنسان هذا اسمه. نعم. ما هو هذا؟ وبعضها معقدة يصعب نطقها أحياناً. أيوه. بعضها معقدة وبعضها ما يصرش الإنسان الموضوع من نفسه في الجواب على كذا وكذا، في الرد على العالم الفلاني، مش احنا دارين ما هو. وبعضها سجع ولكنها تفيد، مثل كتاب البدر الطالع. هذا كتاب واضح في تراجم من أثاب بعد القرن السابع. ولا مثل مسخاوي الضوء اللامع في تراجم علماء القرن التاسع، هذا سجع مفيد لا بأس. أو سيل الجرار. ولكن بعض الأسامي لا أخطر ببالي الآن حال ما يجوب على العالم هذا اسمه. مرة واحد سوى تعريف يعني مكتوب رسالة في موضوع وأجاب عنه الشوكاني الذي ما ذكر في الجواب على التعريف. أحد هذا ما حد تعريف، ما هو التعريف ولا هو شيء. بعض الأسماء ما تكون فيها سجع ولكنها واضحة بغير اختيار، وبعضها لا تكون فيها، لا يستطيع الإنسان يفهم فيما هو. لكن هل حرف بعضها في نطقه أو في كتابته؟ ليش ضحكت يا قاضي؟ قلت حرفت بعض الأسامي، تريد أن أقول لك أن بعضهم حرف كتاب المعاني والبيان وقال المغاني والبنات، وكتاب العلم الشامخ قال العلم السامج. غيرها؟ في غيرها حرفت مثلا المغني، وهو كتاب المغني سموها المغني. كتاب المغني. بسم الله. طيب إذا ننهي أنا وأنت الحج الآن. نعم. جميل. نحن أنا وأنت في اللقاء الماضي يا قاضي محمد انتهينا من عودة الحجاج من عرفة ثم الانتقال إلى مزدلفة، فوصلوا إلى مزدلفة. التقاط الجمار أو التقاط الحصى، هل يلزم أن يلتقط من مزدلفة؟
بعض الفقهاء قال أنه يندب أن تكون من مزدلفة، وبعضهم جعلها عبارة عن عادة، وبعضهم يعتقد أنها واجبة، والواقع أنها ليست واجبة ولا مندوبة ولا هي مباحة ولا شيء، شيء عادي. لما قد كان الحجاج في مزدلفة متفرغين استطاعوا في هذا الوقت أن يلقطوا الأحجار. جميل. وحتى يتوهم الكثير أنها مشروعة. لقط الأحجار لا مانع أن تكون من منى أو من مزدلفة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما رمى الجمرات ما كانش يبحث له عن جمرات من مزدلفة، ولكن التقطوا له أحجار من منى ورمى في منى بأحجار من منى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل هكذا. فنقول لمن سيلتقط الأحجار إن كنت ستعملها ما دمت فارغا لأجل تتحفظ بها فلا مانع، وأما إن كنت تعتقد أنه يشرع أن تكون من هذه البقعة فلا وجه لهذه المشروعية، ليست مندوبة ولا واجبة وإنما شيء عادي. الأحجار هذه قضية محمد، لو أتي بها من أي مكان، لو أتى رجل من اليمن وأتى معه بالأحجار الظاهر لا، هذا خلاف المشروع وخلاف العقل أنه يأتي بالأحجار، ولم يتكلم العلماء عن هذا، لكن تكلموا أن الأحجار يجب أن تكون أحجار حقيقية. قالوا فلو رجم مرجى أو در أو ياقوت أو زمرد أو ماس أو عقيق أو غيره لا يجزي. هذا تكلموا في كتب الفقه، قالوا لابد أن تكون أحجار ولا تكون من الأحجار النفيسة. فإذا قالوا لو فتح هذا الباب ربما بعض البلوك المغفلين الذي يحبه الدخول في التاريخ أنه يلتقط أحجار من اللؤلؤ أو من الدر أو من الياقوت أو من الزمرد أو من الماس أو من العقيق أو غيره، فلهذا قالوا لا يجوز إلا أن تكون أحجاراً. أما كونها أحجار ولكن من غير بلاد الحرم فالله أعلم، هل بحث الفقهاء في هذا الظن أنهم قد بحثوا عن في بعض الحواشي لكن لم أطلع عليهم. جميل. بعضهم على ما ذكرت أنت لو كانت المغالاة في الأحجار بعضهم يغسلها وبعضهم يطيبها وبعضهم، هل ورد في ذلك؟ هذا لا دليل عليه، لا دليل على ذلك، ولا يكون استحسانا ولا ندبا. خير الهادي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل أو أمر بغسلها أو رقب في غسلها. وهكذا الطيب على ما قلت لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح أنه كان بعضهم يهتم يعطرها. خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي التنطع إلى هذا الحد. جميل. البعض يا قاضي يسمي رمي الجمار الذهاب إلى رمي الشيطان أو يرمون إبليس، يعني ما مدى صحة هذا؟ غلط، لا ينبغي أبدا. هذا من جملة الآداب أن الإنسان يقول يرمي الجمرات، أما يرمي الشيطان الكبير يرمي الشيطان الصغير، هذا في ألسنة العامة لا يدروا ما معناها، وإنما شرعت هذا الرمي الجمرات لأن بعض العوام لا يدري ما هي العلة. يقول ذهبت إلى الحاج في أيام الأولين حينما قد كانت المواصلات وقد كانت مكة بعيدة، بعض الحجاج ذهب يحج وكنت صبي صغير السن، فسئل ما هو الحج هذا؟ قال عبارة عن لعب، مرة يقولوا لنا ننزع الثياب، ومرة نلبسه، ومرة نراجم، ومرة نمشي بسرعة، ولا يدري ما معناه. يعني يا قاضي معنى ذلك أنه أن 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 التسمية هذه خطأ التي يقال عنها رمي الشيطان. نعم، وينبغي أن يقال هي ذكرى لما قد كان جاء أن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أوحي إليه
في المنام، رأى في المنام أنه يذبح إسماعيل. وقد قال العلماء رؤيا الأنبياء حق، فأضرع ليمتثل أمر الله يذبحه، وكان الشيطان أو إبليس يوسوس له كيف تذبح كبدك وولدك وفلذة كبدك وفؤادك، فيرميه المرة الأولى والثانية والثالثة. فهذا ذكرى لما كان الأنبياء يعانون من التعب في سبيل نشر الدعوة. جميل. فلا يقال أنه عبارة عن لعبة، بل عبارة عن ذكرى لما كان في أيام إبراهيم وإسماعيل. وهي عبادة، أصبحت عبادة مثل ما الطواف ما بين المروة والصفا. لماذا الحجاج والمعتبرين يطوفوا من الصفا إلى المروة؟ وذلك لأن هاجر حينما تركها إبراهيم وقالت يا إبراهيم هل ستتركنا بأمر من الله؟ قال نعم بأمر من الله. قالت إذن الله لا يضيعنا. الله أكبر. وبقيت تبحث عن ماء لولدها الطفل إسماعيل. جميل. وتمشي من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا. فلهذا شرع السعي ما بين الصفا والمروة. جميل. كما أنها في بعض البقاع كانت تهرول وتسرع بشدة، وفي هذه البقعة شرعت الهرولة. فليست الهرولة ارتجالا هكذا، إنما لها أصل. جميل. ولهذا قالوا أول من طاف بين الصفا والمروة وأول من هرول ما بين الميلين هي هاجر. نعم. رضي الله عنها. نعم. وهكذا السعي الثلاثة الأشواط عند القدوم في الطواف حول الكعبة يسحب للإنسان في الأشواط الثلاثة أن يسعى، يعني يمشي مشي فيه شيء من هرولة. عندما شرع هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقب فيه، وذلك حينما اعتبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اعتمر في السنة السابعة من الهجرة، وقريش يومئذ لم تكن قد دخلت في الإسلام، إنما وصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معتمرا بموجب المعاهدة التي جرت ما بين رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وبين قريش، أنه يأتي في السنة الثانية الآتية وهي السنة السابعة. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا يقولون أنهم سمعوا بعض قريش يقولوا سيأتيكم أصحاب محمد، والمراد به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد وهنتهم حمى يثرب. كانوا يسبوا المدينة يثرب، وكانت كان فيها حمى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سمها المدينة، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنها الحمى. فلما سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم قالوا هذه المقالة، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحم الله امرأ أراه من نفسه قوة. الله أكبر. يعني امشوا مش قوي، اسعوا. ولكن رسول الله أراد أن يخفف عنهم، فما رقبهم في هذا المشي السريع إلا في ثلاثة أشواط لا زيادة على ذلك. ولهذا شرعت. فإذا قال الحاج العمي للعالم لماذا قال العلماء في كتب الفقه
أنه يسعى في ثلاثة الأشواط يجب عنه بهذا الأجر. أما أنهم بيطبقوا في هذا الأيام فعد بيطبقوا كثرة الحجاج والزحام، كثرة الإنسان قد أصبح يمشي على ما يريد الذي خلفه والذي أمامه. جميل. أما أنه تحت إرادة ده فلا. قاضي محمد، بالنسبة لرمي الجمار وأنه لا يصح أن يقال رمي الشيطان، البعض يرمي الجمار بما أننا نتحدث فيها ببعض الأشياء التي يستغرب منها، أعز الله سامعين ومقامكم كذلك، مثلا بالأحذية أو ببعض الأشياء، يعني هل هذا يعني وارد؟ هو نتيجة أنهم يعتقدون أنه الشيطان، أن هذا الشخص، أن هذه العمارة هي الشيطان، أو أن هذا العمارة تحتوي على جلوس الشيطان في عرضها، هكذا يتوهم. ولما كانوا يعتقدون هذه العقيدة الفاسدة الباطلة التي هي عبارة عن خرافة، لما قد كانوا يعتقدوا هذه العقيدة وقد فندناها في الحلقات السابقة نتج عنها هذا الغلط. فكل واحد ولا سيما بعض النساء يقول ما دام وأنا بين أرمي الشيطان فالظاهر أن الشبشب هذا أقدع وأعظم إهانة لهذا الشيطان الرجيم الذي يرجمه بالحصى، وهذه عبارة عن بدعة من البدع وخرافة من الخرافات لا ينبغي. ولكن بعض العوام بالقوة، أنا رأيت امرأة من الحجاج عاملت فوقها غطاء شديد الذي يغطي رأسها ورقبتها من الحصى، وتقدمت وضربت الشيطان مباشرة، على حتى تعبيرها أنها بتضرب الشيطان وهي بتضرب العبارة هذا المعبورة هذا. فالخلاصة أن هذه الغلطة هي نتيجة عن غلطهم. فاللازم على المثقف وعلى العالم وعلى الخطيب وعلى الواعظ وعلى المرشد أنهم يعظون الناس ويخبروهم أنه ليس هناك شيطان، وإنما هو مسألة تعبدية فقط. بل بعضهم يا قاضي يشتم وهو يرمي، يشتم هذا الشخص ويلعن الشيطان وهو يرميه، يعني أثناء الرمي في الجمار. أي كلها نتيجة العقيدة. ولكن أنا أقول ينبغي للخطباء وللمرشدين وللوعاظ وللصحفيين هذا أنهم يرشدوا الناس إلى أن هذا ليس شيطان حقيقي، ولا ينبغي أن يعتقدوه، ولا ينبغي أن يضربوه بالشبشب، ولا ينبغي أنهم يقولون أننا سنعمل بالشبشب أفضل مما نعمل بها، يعتقدوا أن هذا زيادة فيه. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله خيرا على هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين، ما يسعني باسمكم جميعا إلا أن أشكر فضيلة القاضي محمد إسماعيل عمراني في هذه الحلقة على هذه الإفادة وعلى هذه الإجابة على هذه الأسئلة التي وضعناها بين يديه. أجدكم بإذن الله تعالى في اللقاء القادم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفك اليوم يا الله قد وافدوا، يرجون من جودك الفياض إحسانا، جاءوك